بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على اشرف خلق الله نبي الهادي الامين محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. يسر قناة النجارة التعليمية ان تستكمل سلسلة شروحاتها الجديدة بناء على طلبات الاصدقاء والزملاء والمتابعين الى قناة النجارة التعليمية. الكل لاحظ وانا لاحظت ان كل المواقع والمنتديات في الحقيقة لا يوجد بها حل لاختبار كامبريدج باللغة الانجليزية. وبناء على طلباتكم اليوم ان شاء الله عز وجل بنقدم الشرح الثاني اللي هو شرح امتحان كامبريدج اكسل 2010 باللغه الانجليزيه اللي هو بيعادل اي سي دي ال فيرجن 5. في الحقيقه ما فيش اختلاف ما بين النسخه باللغه العربيه واللغه الانجليزيه غير في عمليه التدريب، تقريبا نفس الاسئله بنفس الصيغه بنفس طريقه الحل. تعالوا بينا مع بعض نقوم بالتدريب على حل الاختبارات. لان مؤبدا تابعونا على قناتنا وقناتكم على اليوتيوب، قناه طارق النجار التعليميه على اليوتيوب www.youtube.com/mrtarinnagar، او متابعه قناه طارق النجار التعليميه mrtarinnagar1.blogspot.com، او متابعه كورس طارق www.forums.com/for.lbgb. تعالوا بينا ننتقل الى الجزء العملي. في اكثر من طريقه لتشغيل الاختبارات كامبريدج، الا في ادي اختصارها هو موجود على سطح المكتب، دبل كليك عليه او من قائمه ابدا. لو انت بتتعامل على طول على هذا البرنامج هتلاقي في هذه القائمه الاختبار موجود قدامك، او انك تروح في اول بروجرامز من اول بروجرامز تختار المجلد اللي اسمه تاج كامبريدج، ومن تاج كامبريدج تختار البرنامج تاج كامبريدج اكزامز. هنقوم بتشغيل البرنامج على هذا النحو. ثم بعد ذلك هذه السيرفر نيم هنقول كلوز بالنسبه لها، هندخل اسم المتدرب او المرشح وهو ديمو سواء كابتن او سمول مش هتفرق معانا اهوت، وادي ديمو تمام. ثم اقول له لوج ان، تم الدخول الى الايه؟ الى البرنامج. بعد ذلك هنلاحظ ان هو بيقول لك سيلكت ان اكزام تو ستارت، اختار الاختبار اللي انت عايز تتدرب عليه. هنختار اكس فاونديشن. هنا هو بيقول لك اكزامز دوريشن 20 مينتس، يعني مده الاختبار 20 دقيقه. اضغط على ستارت اكزام، ثم الرساله هنا انه بياكد لك انك هتبدا هذا الاختبار. هل انت متاكد انك انت تريد التعامل مع هذا الاختبار؟ ار يو شور يو وانت تو ستارت اكس فاونديشن اكزام؟ هقول له يس. ثم بعد ذلك هننتظر ثواني الى ان يتم تحميل البرنامج. الشروط ان لازم تكون مسطب اوفيس 2010 باللغه الانجليزيه على الجهاز الخاص بيك، وان يكون متسطب كذلك نظام التشغيل ويندوز 7. هنبدا دلوقتي، انا عندي 3 بارتس. البارت الاولاني هقول له اوكي، مده الامتحان 20 دقيقه، بدانا دلوقتي المتبقي بيظهره لك. ثم الجزء احنا بالجزء الاولاني اللي السؤال الاولاني بيقول لك يوزنج استخدم فايل من يستخدم قائمه فايل اوبن ذا ورك بوك بيرسونال، بهدف انك تفتح الدفتر او المصنف اللي اسمه بيرسونال. يبقى خطوه خطوه مع بعض، اروح من قائمه فايل ومن قائمه فايل اختار اوبن، ثم بعد ذلك اختار السي بارتيشن سي، ثم كامبريدج المجلد كامبريدج، واختار بيرسونال، وبعدين اقول له اوبن يتم فتح الملف. يبقى دي اول خطوه. الخطوه الثانيه ان بيقول لك انت هتكون واقف، ناخد بالنا كده مع بعض، مطلوب انك تكتب هذه الجمله اللي هي ابو غزاره ريكريت في الخليه اللي اسمها ايه واحد، في انهي ورقه عمل ورك شيت، في ورقه العمل اللي اسمها جوب ناتشر. يبقى اتاكد ان انا واقف في ورقه العمل هي جوب ناتشر. ثم بعد ذلك اقف عند ايه 1 من شريط السيرفر في المربار اهوت، ادي اسم الخليه وهنا المحتويات. عايزين نكتب ابو غزاره ريكريت، يبقى انا واقف عند ايه 1، هتضغط على شيفت والايه شيفت والاي، وبعدين تكمل ادي ابو، وبعدين غزاله جي كابيتال غزاله ابو غزاله، يبقى ابو مسافه غزاله، ثم ريكريت ادي ريك ريت. بعد ذلك تضغط على انتر وتتاكد من البيانات اللي انت قمت بادخالها. تمام كده. الخطوه الاخيره في الجزء الاولاني من السؤال انك تقوم بحفظه. طالما طلب منك انك تحفظ تضغط على اداه حفظ فقط، تضغط على اعداد حفظ او كنترول اس، ثم بعد ذلك اقول له نكست. السؤال الثاني بيقول لك في ورقه العمل، في ورقه العمل زي ما احنا شايفين ان الورك بوك اللي هي الدفتر او المصنف مكون من 3 ورقات عمل اهم قدامنا. في ورقه العمل اللي اسمها شوب ناتشر بيقول لك استبدل المانجر بافسر، يعني احنا عايزين نستبدل كل اللي اسمه مانجر بالافسر. اعمل ايه؟ يبقى يا اما تضغط كنترول اتش، يا اما تذهب في هذا التبويب نقفل اهوت، نختار ريبليس، ومن ريبليس نكتب فوق تكتب مانجر، ادي شيفت عشان الام مانجر،
ثم في ريبليس ويز هنكتب أفسر، وبعد ذلك أول ما ننساش أول ليه بضغط على ريبليس أول هيتم الاستبدال، أقول له أوكي ثم كلوز. بعد ذلك أقول له نكست. ده السؤال الثاني. السؤال الثالث بيقول لك إن ورك شيت في ورقة العمل اسمها جورنال نتشر اكتب نمبر رقم 50 في الخلية سي 8، يبقى دور على الخلية سي 8 آدي آدي سي اللي هو اسم العمود ثم رقم الصف اهيت، اعرف ازاي اسمها من الفورميولا بار اللي هو شريط الصيغه دي سي 8. جوه سي 8 اكتب 50 مباشره واضغط انتر فيتم ايه استبدال البيان ثم نكست. السؤال الرابع مكون من جزئين. هما الجزئين بيقول استخدم ورقه العمل اسمها ماركتنج، يبقى انا ورقه عمل اللي هي الورك شيت اسمها جوب ناتشر اضغط على ماركتنج، افتح ورقه العمل ماركتنج. طيب بعد ذلك مطلوب منك انك ترتب صوره جوب كاتيجوريز ديسكامبلينج اكوردنج تو كولم بي. عايز مطلوب هنا ان احنا نقوم بترتيب البيانات الموجوده في هذه الورقه ترتيب ديسندنج، يعني ترتيب تنازلي. تنازلي يعني من الكبير الصغير او من الياء للالف او من الزد الى الايه حسب العمود بي. تحدد اي خليه، تحدد اي خليه ثم من هذا التبويب اللي هو سورت فلتر هنختار كاستم سورت اللي هي فرز مخصص، ثم بعد ذلك سورت بار العملية الفرز هتكون او عملية ترتيب كولم بي ثم اوردر بواسطة الامر خلال من الزد الى الايه واقول له اوكي كده ابرعته. الجزئية الثانية من هذا السؤال زين تشينج، يعني غير، مطلوب منك تغير الويدز اللي هو الاتساع الخاص بالعمود ايه. يبقى اروح احدد العمود ايه، نحدده برأس العمود ثم اذهب الى فورمات، ثم اذهب الى فورمات واختار كولا بويدز ونكتب رقم 30، نكتب رقم 30 ونقول له اوكي كده تمام. بعد ذلك اند سيف ذا ورك بوك، وبعد نقوم بعمليه الحفظ، نقوم بعمليه الحفظ. قال لي باسم جديد، ما قالش باسم جديد، يبقى اضغط على اداه الايه الحفظ ثم اضغط على التقليل. السؤال الاخير في الجزء الاولاني بيقول لك باستخدام يوزنج فيو مني، باستخدام قائمه عرض سيلكت ماركتنج ابلكيشن ورك بوك، اختار الدفتر او المصنف اللي اسمه ماركتنج ابلكيشن. يبقى هروح لقائمه فيو اللي هي قائمه عرض. من قائمه عرض هناك ادي اداه هي اسمها سويتش ويندو، من سويتش ويندو اللي هي تبديل بين النوافذ اختار ماركتنج ابلكيشن فيتم فتحها. طب بعد ذلك ايه؟ ثم سيف ذا ورك بوك واحفظ هذا الدفتر او المصنف. اعطاني اسم لي في هذا المصنف اسمه ماركتنج موديلز، ماركتنج موديلز على السي. هروح من قائمه فايل، ومن قائمه فايل اختار امر سيف اس، طالما اعطاني اسم جديد من فايل سيف اس، وهنبدا نكتب مع بعض اللي هو ماركتنج موديلز. ادي موديلز مالكش دعوه بالامتداد، الامتداد ده ان البرنامج بيكتبه مباشره، يبقى ادي ماركتنج موديلز. ممكن عايز تخلي الام سمول ما فيش اي مشكله، او تسيبها زي هي مش هتفرق. يبقى ماركتنج موديلز ثم اضغط على سيف واتاكد ان انا داخل الامتداد سي نقطتين كامبريدج، ان انا داخل مكلف اسمه كامبريدج الموجود في السي. اضغط على حفظ ثم بعد ذلك اقول له نكست ثم اوكي. ننتقل الى الجزء الثاني اهوت، قلنا نكست يس، هينتقل الى الجزء الثاني من الامتحان او البارت 2. هننتظر الى ان يتم تحميله. تم تحميل بارت 2، ادي بارت 2، يو ار ناو ان بارت 2. اقول له اوكي. السؤال الاولاني بارت 2 بيقول لك ان ورك بوك في ورقه في الدفتر او المصنف اللي اسمه لوك بارتشيز، اهو نتاكد ان احنا في هذا المصنف، ادي لوكال بارتشيز. يوزنج ورك سيلز، استخدم ورقه العمل اسمها سيلز، بالفعل ما في استخدمنا هذه الورقه، دي الورقه الموجوده قدامنا. بيقول لك نسق فورمات ذا ويدز اوف كولمز اي تو اي، خليها 12. يبقى مطلوب ان من الاي من العمود اي للعمود اي مطلوب ان احنا نغير الاتساع بتاعه، اروح الى فورمات ومن فورمات اختار كولم ويدز، من كولم ويدز اكتب رقم 12 واقول له اوكي. السؤال الثاني نكست. السؤال الثاني مكون من جزئين، بيقول لك باستخدام ورقه العمل اللي اسمها سيلز، احنا بالفعل ورقه العمل اللي اسمها سيلز، يقول لك نسق الخط بالنسبه ل اف 1 وخليه بولد، يبقى اقف عند اف 1، ادي اف 1، اف 1 اللي اسمها بارتشيز كوست اهي، واتاكد ان اسمها ظهر، ادي اف 1، ومن اف 1 اضغط على البي اللي هي بولد، اجعله بولد، ثم بعد ذلك غير لونها تشينج ذا فونت كلر تو جرين، غير لونها الى اللون الاخضر، يبقى لون حروف الكتابه عند حرف الايه ده اهي، ثم تختار اللون الاخضر وتتاكد انه جرين بهذا
الوضع. ثم بعد ذلك نضغط على نكست. السؤال اللي بعديه يقول لك يوزنج ورك شيت سيلز، باستخدام ورقه العمل اللي اسمها سيلز، احنا بالفعل في ورقه العمل سيلز، مطلوب درو ذيم بوردر، مطلوب انك ترسم اطار ادي الستايل بتاعه حوالين ايه 14. يبقى تقف عند ايه 14 الاول تحددها، حددنا ايه 14 وبص لشريط السير في ميورا بلد ايه 14. بعد ما تحددها عايزين ده شكل الاطار ويكون اطار خارجي. بعد ذلك هتروح الى ادي الاطارات من الاطارات الاول تتاكد من الستايل الخاص بيك اللي هو لاين ستايل. بالفعل انا اللاين ستايل بتاعي مظبوط، ادي اول تتاكد منه بس. ثم بعد ذلك هتختار اوت سايد بوردرز بالطريقه دي، ثم اقول له نيكست. السؤال اللي بعديه باستخدام ورقه العمل سيلز نسق الخلفيه الخاصه بجي 2 الى اتش 2، خليها باللون الازرق. يبقى من جي 2 ادي جي 2، انا واقف على جي 2 وادي اتش 2، تحددهم الاثنين مع بعض بهذا الوضع. الخلفيه اللي هي احنا بنسميها نقش، ادي النقش اللي هي في الكلر، عايزينها باللون الازرق. تختار اللون الازرق وتاكد ان يتكتب كده بلو فقط، بلو مش بلو دارك او دارك بلو، ادي بلو فقط بالطريقه دي كده، برافو. ثم بعد ذلك نضغط على نكست. السؤال الخامس في هذه الجزئيه، احفظ هذا الملف سيف ذا ورك بوك، احفظ هذا الدفتر او المصنف باسم فورورد مسافه سيلز. الامتداد ده هو اللي البرنامج مباشره بيكتبه، وحدد لي مكان الحفظ على في المجلد كامبريدج الموجود في السيف. طيب يبقى كده حفظ باسم، أزل قائمة فايل، ثم أختار أمر سيف أس، حتى تظهر النافذة. أتأكد الأول أن أنا في السي في كامبريدج، أبدأ أكتب الاسم على هذا النحو فورورد، ونتأكد من الاسبلينج مهم جدا، أدي فورورد سيلز. بعد ما كتبنا الاسم من غير امتداد، لأن البرنامج هو اللي بيضفي الامتداد على الملف، يبقى أدي فورورد مسافة سيلز، تمام، أقول له سيف، ثم بعد ذلك أقول له نكست، ثم نقول له نكست بار للانتقال الى الجزء الثالث، وننتظر ان يتم تحميل الجزء الثالث. في الحقيقه الجزء الثالث هو الجزء الاصعب لانه بيشتمل على الدوال الفانكشن والمعادلات، ورغم ذلك برضه هو سهل جدا ان شاء الله عن طريق التدريب الجيد. زي ما احنا شفنا تم تشغيله اهو، ادي يو ار ناو ان بارت 3، انت حاليا في الجزء الايه؟ الثالث. هقول له اوكي. السؤال الاولاني مكون من كذا نقطه، النقطه الاولانيه ان ورك شيت يعني في ورقه العمل اللي هي مانجمنت كورسز، اتاكد منها. يبقى انا في ورقه العمل اللي اسمها مانجمنت كورسز بالفعل، ادي اسم ورقه العمل. بيقول لك دلوقتي الورقه دي عايزين نكتب في الاكونت كورس غير داتا في الاي 1، مطلوب منك انك تكتب داتا في الاي 1. يبقى هتروح عند الاي 1 اهو، عند الاي 1 خد بالك الاي الدي كابيتال، يبقى شيفت والدي وبعدين ايه اللي هي داتا في الاي 1، ثم تضغط انتر، برافو. طيب الجزئيه الثانيه اكتب طيب اللي هي رايت، طيب اكتب يير 2009 في الاي 1، اهي ادي الاي 1 اهي، ادي اسم العمود ثم رقم الصف اهي موجوده، ادي اي 1 كاتب ان هو سمول كلها يير 2009 واضغط مثلا انتر، برافو. يبقى احنا كده خلصنا من واحد واثنين. الثالث بيقول لك نسقهم فورمات ذا فونت سايز، نسقهم تو سيلز للخليتين اي 1 واي 1 الى 14. يبقى هو عايز حجم الخط هنا اهوت، يبقى احدده اخليه 14 اهوت، وهنا اهوت برضه في اي 1 اخلي حجم الخط 14 على هذا النحو. بعد ذلك بيقول لك احنا عايزينهم تشينج ذا فونت ستايل، غير النمط بتاعهم الى اندرلاين، يعني تحتيه سطر او مسطر. يبقى حدد الاي 1 ونضغط على الاندرلاين لوضع سطر، ويير 2009 ونضغط على الاندرلاين لوضع سطر، ثم نضغط على نيكست. السؤال الثاني ان ورك شيت ورقه العمل مانجمنت كورسز، مطلوب منك انك تجيب المجموع فايند اوت كورسز كوست ان توتال. يبقى احنا عايزين نجيب اهوت، مطلوب ان احنا نحسب المجموع في هذه الخانه. ايه هو المجموع؟ اللي هو حاصل ضرب ملتي بلاي، حاصل ضرب كل من التكلفه في وقت الكورس بالساعات. يبقى احنا هنقفل اهوت، ثم نتاكد ان احنا باللغه الانجليزيه ونضغط على يساوي ونحدد الخليه ديت، ونضغط على علامه الضرب، علامه الضرب، ثم نضغط على هذه الخليه. يبقى يساوي ب 3 في سي 3 واضغط انتر. هنا بيكلمني على العمود ككل، يبقى لازم احدد هذه الخليه واقف اسفلها واسحب الهاندل دهوت لحد هنا بس. يبقى احنا كده استطعنا ان احنا نجيب الايه؟ التوتال. نكست.
يقول لك في الورك شيت مانجمنت كورسز، واحنا بنفعل فرقه العمل اللي اسمها مانجمنت كورسز، مطلوب انك تحذف الصف اللي اسمه ديليت ذا رو كونتيننج فيزيكال يير 2007. يبقى انا عايز احذف 2007، هذا هو الصف احدده من راس الصفوف اللي هو الفيزيكال يير 2007، واضغط عليه كليك يمين ثم اضغط ديليت من القائمه المختصره، اقول له نيكست. السؤال التالي او السؤال الرابع او السؤال قبل الاخير يقول لك في ورقه العمل مانجمنت كورسز مطلوب منك انك تجيب التوتال في دي 7. يبقى ادي دي 7، دي 7 لما تحب تجيب التوتال هنا يا شباب هتعمل ايه؟ يبقى المطلوب هنا هو انك تجيب التوتال بتاع المجموع ده. اسهل طريقه في الوقت ده انك تستخدم اوتو سام. اوتو سام ده جمع تلقائي دبل كليك، دبل كليك هتقوم بعمليه الايه؟ الجمع. برافو. ثم السؤال الاخير عايزين نحفظ هذا الملف باسم تايم تيبل موجود في هذا المسار. اروح من قائمه فايل، من قائمه فايل اختار امر سيف اس، متاكد ان انا في كامبريدج في سي، ثم اكتب هذا الاسم اللي هو تايم تيبل. تايم تيبل ومالكش دعوه بالامتداد كده، تاكدنا من الاسم تمام وتاكدنا في مكان الحفظ، اقول له سيف، ثم بعد ذلك اضغط على نيكست ثم اوكي ثم اضغط على فينيش. هتطلع رساله، هل انت ار يو شور يو وانت تو فينيش ذا اكزام؟ اقول له يس وانتظر ان تظهر النتيجه. مبروك علينا بالفعل، حصلنا على الدرجه النهائيه. ادي الدرجه النهائيه اللي هي 100 من 100، برافو. وادي في نفس الوقت درجه النجاح اللي هي 80، وادي التهنئه. سعدت بكم انا طارق النجار من قناه طارق النجار التعليميه، واتمنى ان اكون بسطت لكم هذه الاسئله. يا ريت دائما وابدا تتابعونا على قناتنا وقناتكم على اليوتيوب، www.youtube.com/طارق النجار، او مدونه قناه طارق النجار التعليميه mrtareqnagar.wordpress.com، او منتديات كنوز الطارق www.forums.teknoz.com/forum.phb. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.